إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. يا رب، ومن تحت الكساء؟ هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ نعم، قد أذنت لك. السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعظمتي وجلالي: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أخبرني، ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته.
إذا والله فزنا وسعدنا. وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.